قادم الساهر، اهلا وسهلا فيك استاذ قادم. اهلا وسهلا بكم. يعني خبرنا قديش الاجواء حلوه اليوم على الكاربت، قديش مبسوط؟ يعني حقيقه اجواء اليوم جميله جدا، ما اريد نجامل بصراحه، بس نحكي الحقيقه. شيء رائع من الاستقبال، الجمهور روعه، والتنظيم ما شاء الله ما شاء الله. وانت بردان اليوم حسيتك؟ انا لا زين، بس انت اللي بردان. بردان بس كثير مبسوطه وسعيده بشوفتكم، بتخليني هيك متدفيه وسعيده. اليوم عندك بيرفورمانس كثير حلو، كثير موديل. بعرف ما فيك تخبرنا عنه، مخلينا اياه مفاجاه، بس يعني شو بتحمس الجمهور له اليوم؟ اللي راح نقدم فشي بسيط مع اصدقائي فنانين رائعين طبعا. مفاجأة أكيد أكيد مفاجأة. طب خبرنا أنت كمان، حالياً صلنا فترة عم نسمع عن ألبومك القادم اللي عم تدرس له وبتحضر له، صار لك وقت؟ لا هو الألبوم خلاص، بس يعني بس والناس مشتاقين لك للنيو ميوزك. إن شاء الله لو تجي الفرصة إن شاء الله نقدمه بالطريقة الحلوة، ما راح أبخل على طول صدقيني. أكيد أنا أكثر من الجمهور حريص أن يكون الألبوم موجود. أكيد اليوم إحنا بالجوي أوردز، والجوي يعني فرحة. أنت شو الفرحة بالنسبة لك أستاذ قادم؟ أنا الفرحة اللي أحسها إنه شكراً، ما زالوا هناك مسؤولين يقيموا ويقدروا المبدعين في كل المجالات. أكيد ويهدوا لهم ليلة يمنحوهم فيها التقدير والثناء، وهذا شيء يعني أكثر من رائع، خاصة إحنا في ظروف صعبة، فأنا أتمنى لهم كل خير. أكيد شكراً كثير لإلك وبيست أوف لك لإلك الليلة. شكراً كثير لإلك. تسلم. شكراً. أنا ماني بردان أبداً.